ايه هو حسناته؟ هو اللي الاطباء بيقولوه بعد ما بيتخرجوا. يعني بيقولوه بعد ما بيتخرجوا. ليه سمى نيتو مثلا؟ لان يعني اول الراجل اول طبيب كان اسمه نيتو. دلوقتي في حلف نيتو، تعرف ايه نيتو ده؟ ده بين الشباب وبين بعضهم زي لانجوج تراجيدي وكده. ازاي نيتو ولا ايه؟ يعني الشغالات مثلا اشتغلني يحلف كده، يعني زي اللي بين الشباب اللي من دول يعني والاشتغالات وكده. يقولوا ايه بقى؟ انت هتشتغلني وحياة النيتو والكلام ده يعني. يعني كلمة خاصة بالنيتو. لما تتقال امتى يعني؟ هل لما يكون واحد زعلان ولا فرحان ولا ايه بالظبط؟ لا يعني فرحان، بيكون فرحان. عندي كده. انت خاطب؟ لا لسه. طب امتى تقولها بقى الكلمة دي، تقول وحياة النيتو؟ يعني مثلا لو فرحت، يعني لو قلت حاجة لخطيبتي وما نفذتهاش، لا والله وحياتي انت عندي لك ذلك كده. والله العظيم ده انت بتحلف حلف. ده اللي تنفذ اللي تضحكي عليها ولا اللي هتعمله فعلا؟ لا اللي هعمله طبعا. ده حلف بقى قوي عندك. دلوقتي في حلف النيتو، سمعت عنه؟ حلف النيتو. فين هو حلف النيتو او ايه هو حلف النيتو؟ هو بيستخدم في المحكمه بتاعت الطفل واحكام الرؤيه والحاجات اللي بتخص الاسره والحاجات دي. تفتكري الحلف ده فعلا بيأدي اللي عليه؟ يعني ما فيش اي تساهلات خاصه فيه او تلاعب؟ والله هو انا شايفه ان الحلف دوت بيقدم اقتراحات جديده للاسره، بيساعدها على يعني بقاء اسره في مستوى رقي عالي، بتركب المجتمع والحاجات دي. يعني دلوقتي لو اتكلمنا عن حلف النيتو، تعرفي ايه هو؟ هو زي الحلف اللي عندنا العرب اللي بيعملوه البدو والحاجات دي، يعني زي عرف يعني الناس بيمشوا عليه. احكام عرفيه. احكام عرفيه، ايوه الناس بيمشوا عليه. ده فين؟ هل هنا؟ في اوروبا. ليه سموه بالاسم ده؟ عشان واحد اسمه نيتو تقريبا هو اللي سموه باسمه. الرئيس بتاعهم يعني ده اللي هم متفائلين بيه يعني؟ ايوه تقريبا. يقولوا حياة الرئيس نيتو. يعني حاجه زي كده. دلوقتي لو قلت لك على حلف النيتو، تعرفي ايه هو؟ حلف النيتو متهيألي ده هو الحلف اللي بيحلفه خريج كلية الحقوق أثناء يعني القسم بتاع كلية الحقوق بعد التخرج، وخاصة الخريجين اللي بيروحوا النيابة. النيابة. حتى إن القسم دوت يعني صعب شوية، أو إن هو جد جدا، عشان كده اللي بيروح على نيابة هو اللي بس اللي بيحلف. أكيد أكيد بجد، يعني أكيد يعني أكيد. المحامين هو في حاجة إن هم يحلفوا قسم؟ يعني أكيد هم لهم يعني من حقهم فعلا إن هم يحلفوا القسم ده، لأنهم برضو بيعتبروا بيدافعوا عن حقوق الناس، يعني فاهماني حضرتك؟ أنا نيتو يعني، لانه يعني هو القسم بتاعهم هو طبعا طبعا اكيد، يعني الاب الروحي بتاعهم يعني هو اللي حطه، اللي هو النيتو ده هو اللي يعني حط القسم ده.